عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا البنات، كي دايرين؟ نبس عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا بخير وبصحيحتكم. المهم البنات، الله بغى نخرج ضروري منطلع على البنات اليوم، ضروري هذا الفيديو غنحطه في الطريق، غادا نصوب مونتاج في الطريق، غادا ان شاء الله باغا نمشي نشد الطريق عند اختي منها نشوفها ومنها نصيفط معاها ان شاء الله باذن الله. المهم بقى لي والو، لان بقات لي المهم هاد يومين هادي. الله البنات، عرفتوا من الصباح اختكم وانا واقفه، عرفتوا نايضا مع السبعه يا البنات وانا واقفه. طويله زهر، ما كشنو كديري البنات؟ ما بغيتش نخلي داري حالتها، نقول لكم شنو كندير. اش درت الصباح؟ عندي باغا الثلاجه نغسلها، الثلاجه غنوض ليها غدا في الصباح، ما لحقتش ليها، غير خويت شي حاجه لحتها. عندي البنات شي بلاكارات كان فيهم كاع المواد الغذائيه اللي مبديه، بحال الدقيق، بحال البنات سباغيتي، بحال كاع داكشي اللي غيجمع ليا بفرط الطق. وشحال غتبركي يا زهره تقولي لنا؟ بزاف البنات اللي سولوني. البنات غدا نبرك ان شاء الله باذن الله اكثر من شهرين، اكثر من شهرين. باغا نجي الله خير ديال شهر ان شاء الله، ان شاء الله، لانني عندي شحال من شغلات باغا نقضيهم في المغرب. وحاجه اخرى، اش نقول لكم البنات؟ قولوا لي الله يرحم الوالدين، محتاجه ليكم تقولوا لي الحساب صابرين. باغا ندير انا بيتش اير، انا البنات واش دايره الجلبه الثالثه؟ البنات انا دايره جوج جلبات، هما اللي دايره الجلبه الثالثه ما دايرهاش. قولي علاش ما قديتش؟ البنات ما رضتني الجلبه الاولى، ما حنتني الثانيه، ما نقولش ليكم، صافي ما قديت نديرها. طالبين بيتش اير، قلت ندير بيتش اير. صابرين دايره ليها جوج جلبات البنات، ولكن راه فايته 4 شهور، ما عرفتش اللي عارفه شي حاجه. صابرين البنات، بنتي زايده في 2012 في شهر 12، يعني ما عندهاش 9 سنين. وبزاف البنات اللي قالوا لي لكن من 11 عام والفوق، كاينين شي اخوات اللي ما عارفينش جاو يسولوني، انا ما بغيت نقول لهم شي حاجه، قلت لهم تنسول البنات في القناه وراه غيخلوا لينا تعاليق. الله يرحم الوالدين، اي وحده عارفه شي حاجه تخليها لنا في التعاليق. الله يرحم الوالدين اختي، الا كنتي عارفه شي حاجه وكنتي مشيتي للمغرب وديتي وليداتك ومحتاجوش قولي لينا باش نتاكدوا ومشيو مطمئنين. خليو لينا في التعاليق، الله يرحم الوالدين، فيدونا كنبغيو بحق اي حد اللي عارفه. راه المهم انا كنكون عارفه شي حاجه ما كندخلش عليكم، نتوما تكوني عارفين شي حاجه ما تبخلوش عليا. انا كنتقبل اي وحده كتنصحني، اي وحده توريني، لانني البنات لان قال لك لما كنتيش سيري ليا كنصور ماما. كيقول لك اللي المتكبر والمعمرهم يتعلموا. انا الحمد لله البنات عزيز عليا نسول، عزيز عليا تانا نستافد وتانا لاننا البنات نتعلموا هادشي اللي كاين. المهم اللي عارفه شي حاجه تفيدنا. اش نقول لكم؟ كيف قلت لكم البنات رجعوا، ما صورتش لكم الصباح الروتين لان هني التصوير ياخذ مني وقت كثير البنات، وجمعت حوايج بناتي كنت ما جايه معاهمش جامعه، غير قلت لكم صيفط ساكن المغرب في هذاك اللي غنستعمل تيجي زكريا، والشي الاخر على الله جمعته وهلا كتاب حطيت جمعت، وجبت لهم حوايج ملي غيمشيو لابسين تانا حوايجي كاع داكشي البنات وراقي كلشي قاديته وحطيته باش البنات ما نسى حتى حاجه، على تيساع ديما وجدوا على تيساع باش ما تنساوش. صافي الشي الاخر البنات خليته، هانتوما البنات هانتوما، شوفوا كلشي مشقلب، السيكان محلولين ما قديتش نسدهم، قلت يجي سكن معايا زكريا داكشي كثير نالي يا ميمتي، نمشيو متقلين ونجيو متقلين. الصباح طلع لي الدم يا البنات، عاد شاد راسي، زعفت والله البنات زعفت. ليلها يلاه داكشي كثر، وليلها ليلها يلاه محمد رسول الله، هادشي اللي كاين. المهم البنات تصوروا، قال لي زكريا داكشي ما ديريش ليا في ما عنده، المهم خليه ليا، قال لي داكشي فرق ماشي تجمعي ليا في حاجه اخرى، وخليته لي فرق براسه. المهم انا غنسكت شي يوم، خليت شي حاجه غير في الميك، غير يديرها بحكا تمشي ليه ونقاد. ايوا اش نقول لكم البنات؟ باك نجمع اليوم، وصلوني شحال من باك وصلوني، المهم بغا نشارك معكم حتى واحد الباكو ديالي لونتي وصلوني ان شاء الله نتقاسم معاكم، ولكن تنديرهم ونجربهم ونشوف عاد نتقاسمهم معاكم. وبغيت نشارككم معكم البنات بالنسبه للشركه هذه، بالضروري ما ندوز نتقاسم معاكم، نحطها لكم في هذا الفيديو.
البنات اللي كنتو قلتو ليا على حساب الشركه اللي تخدمي من الدار من التليفون، وحفظوا البنات والله الا اخوات اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم اللي خدموا كيخدموا من ديورهم غير التليفون والانترنت، يعني كونيكسيون تكون عندك وخدمي من دارك. وبزاف اللي قالوا لك هاد الشركه ما فهمناهاش، فهميها لينا شنو كتبيع شنو هادي. اليوم غنشارك معكم اشنو كتبيع الشركه اللي شاركتها معكم. كتقول لكم هاد الاخت، وغنخلي لكم رقم الاخت هنايا عواطف اللي كتبيع وتشري وفي نفس الوقت خدامه في هاد الشركه. تبارك الله على العيالات، باش نقول لكم الشابو ليكم تبارك الله عليكم. والله الا انا بعد هاد اليوتيوب عرفني علينا العيالات حاد قات حاد قات تبارك الله عليهم. ومنهم هاد الاخت هادي عواطف اللي تبارك الله عليها كتخدم وكاع اللي خدوا من عندها بنات حويج ديال المحجبات تبارك الله ما شاء الله كلشي عجبوهم، كيقولوا لي بغينا داكشي اللي لابسه زهره. الله يحفظكم وكتكبروا بيا وعزيزه عليكم وشامو لكم الله اللي يخطيكم. المهم البنات اللي باغيين يخدموا في هذه الشركه وما عارفينش اشنو الشركه اشنو كتبيع، البنات هذيك فيها منتوجات لي بيو لي شي حاجه طبيعيه المهم غنوريكم هنا فيها البنات هاد الزيت هذا اوليو شي حاجه ديال الشعر البنات شي حاجه طبيعيه 100% البنات. وهاد المنتوجات راه كيهضروا عليهم حتى بزاف يوتيوبرز اللي كنعرفهم اللي البنات كيشكروا هاد المنتوجات بزاف بزاف استعملوها وعجباتهم. وهاد المنتوج هذا اللي هذا اللي بزاف كيشكروه سبيرولينا، هي هذه البنات هذه علاش كطليق كطليق البنات. انا غنستعملها غير على حساب شعري كيطيح ليا. بالنسبه للبنات اللي عندهم الكرش، بالنسبه للاخوات اللي كيعانيو من الوزن الزائد، البنات اللي كيعانيو من الوزن حيت كاينين شي اخوات اللي عندهم مساكن الوزن كيبغوا يضعفوا ما كي والو ملي كيبغوا يضعفوا يديروا ما كيزيدوا يغلاضوا. هذه البنات شربيها قبل الماكله وشفت بزاف اليوتيوبرز اللي كيستعملوها شي حاجه طبيعيه البنات. المهم انا غنستعملها هي فانيده البنات. وفاش انا زعمت عليها لان البنات شفت الفايد كيهضر عليها وهي شي حاجه طبيعيه البنات، هي اعشاب اللي شي حاجه بيو. هادشي اللي نقول لكم يعني ناكد عليه شي حاجه طبيعيه. انا كنعاني من تساقط الشعر، هادشي علاش غناخذها. وبالنسبه للاخوات اللي كيعانيو حتى من ضعافين تشربوها من ورا الماكله، يعني اللي باغا تضعف تشربها قبل الماكله واللي باغا تغلط تشربها بعد الماكله، هي هادي البنات. وبالنسبه للاخوات اللي كيعانيو من تساقط الشعر كنأكد عليه لانني انا كنعاني من تساقط الشعر البنات وجاب الله كنداوي كل ما كنداوي كنلقيت قرعه. البنات بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي على زيت الكوكو، كيف ما كتشوفوا عندهم حتى زيت الكوكو هذا. المهم الا بغيتي تدخلي تخدمي حتى على راسك راه المهم الرقم نخلي لكم عواطف راه غتشرح لكم اي حاجه بغيتوها كتشرح لكم مزيان مزيان. ها انتم البنات فيها تبارك الله زيت الكوكو وفيها البنات الصابونيه هذه غنتكلم معاكم ديال الوجه هذه البنات. ايه البنات جنات ثم البنات فيها هاد الصابونيه هذه حتى هي للوجه بالنسبه للاخوات اللي كانوا ليهم الحبوب، بالنسبه للبنات اللي عندهم الكلاف، بالنسبه اللي عندهم البنات المسام محلوله عندهم ثقب في الوجه زوينه الصابونيه هذه. وهذا البنات هذا سينيال بالنسبه اللي كتعاني من لتة مريضه ليها اللي عندها الرائحه الكريهه اللي عندها البنات اللتة منفوخه اللي هذا زوين اللي عندها اللتة بحكم اللي كنحكوا هذا اللي كت بزاف البنات كيويه كنحكوا فامنا وكيدوزوا بالدم. المهم هذا سينيار شي حاجه زوينه نقدروا نحكوا به حتى وليداتكم، انا غنخليه تحكم منه حتى بنياتي لان شي حاجه كيف قلت لكم بيو شي حاجه طبيعيه.
وزائد البنات هذه تهي عندها واحد الفوائد كثيره للجسم ديالنا. هذه قهوه البنات تبارك الله راه فيها المهم راه لا دخلتوا وبحثتوا وسكريني ودخلوا بحثوا البنات راه هادشي شي حاجه طبيعيه 100%. هادشي اللي كاين الغزالات. المهم انا الرقم نخلي لكم ديال العواطف بالنسبه للبنات اللي كيقول لي شرح لنا على هاد الشركه ديال دي اكس دي اكس ان. انا شرحت لكم الغزالات وغادا نخرج انايا نلبس بناتي لبسه غير حكيمه من صابر لابسه. وهنا غنقول لكم الغزالات تهلاو فريسكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد ديال التوجاد لان بزاف البنات كيويا الشركي معنا وغنخليكم هنايا وانكم تهلاو فريسكم ومنساوش دائما انني احبكم في الله واللي عارفه شي حاجه تخلي لنا في التعليق قبل عليكم وحده وحده.